السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الأول، المادة لغتنا العربية. عنوان درسنا لليوم هو حرف الصاد. دعونا نستمع معا إلى قصة حرف الصاد. رأى صابر صقرا يطير في السماء، فظن أنه يستطيع أن يصنع مثله، ولكن والده قال له أن الله وحده هو الذي يخلق الصقر وغيره من المخلوقات، ولكنك تستطيع أن تصنع صاروخا أو غيره من الاختراعات. مرة أخرى فلتستمعوا إلى هذه الكلمات يا أول. صابر صقرا يصنع الصقر تصنع صاروخا. جميع هذه الكلمات ورد بهم حرف الصاد وهو حرفنا لهذا اليوم. فلننظر جيدا يا أول. هذه صورة صابون، وهذه كلمة صابون، وهذه أيضا كلمة صابون. المختلف من بين هاتين الكلمتين هو الحرف الملون، وهو عنوان درسنا لهذا اليوم حرف الصاد. حرف الصاد يا أول له شكلين. الشكل الأول بأول الكلمة ووسطها، والشكل الثاني بآخر الكلمة. والآن يا أول انظروا إلى هذه الكلمات التي وردت في القصة. الكلمة الأولى صابر صقرا يصنع صاروخا. في هذه الكلمات حرف الصاد، أحسنتم. الصوت الأول بكلمة صابر هو ص ص. الصوت الأول بكلمة صقرا هو ص. الصوت الأول بكلمة يصنع هو يص يص. الصوت الأول بكلمة صاروخا هو صا. والآن يا أول فلننظر إلى حرف الصاد مع السكون. ترسم السكون على حرف الصاد كما ترون هنا فوق الحرف، وتلفظ أص أص. إذن يسمى صاد ويلفظ أص. وعندما انتقل حرف الصاد إلى بيت الحركات أصبح يلفظ ص ص ص. مرة أخرى ص ص ص. ونردد مرة أخرى من الكتاب. أص ص ص ص. أحسنتم يا أول. وعندما قرر حرف الصاد أن يذهب ليلعب مع حروف المد كون المقاطع التالية: ص ص ص. مرة أخرى يا أول: ص ص ص. أحسنتم. ولنقرأ من الكتاب المقاطع بشكل عشوائي. ما هذا المقطع يا أول؟ صو. أحسنتم. وهنا صا، وهنا صي. أشكركم. أردد الكلمات منتبها إلى صوت الأس. كما ذكرنا سابقا اسمه صاد ويلفظ أس، فلنلفظ معا: صفاء
صفاء. ص. بصل. بصل. ص. قفص. قفص. صن. أحسنت. ونحل التدريبات معا. أضع دائرة حول حرف الصاد. هل هذا حرف الصاد يا أول؟ أحسنتم، هذا حرف الصاد. ومن هذا؟ أحسنتم، أخوه لحرف الصاد وماذا يسمى؟ ضاد. أحسنتم، ما الفارق بين هذين الأخوين؟ النقطة، أشكركم. وهذا؟ أحسنتم، حرفنا لهذا اليوم حرف الصاد، وهذا الشكل ببداية الكلمة ووسطها، ما هذا الحرف؟ أيضا من عائلتهم؟ أحسنتم، حرف القط، وهذا حرف اليوم الصاد، وهذا أحسنتم إس، وهذا إظ، أحسنتم، وهذا أحسنتم حرف اليوم. إذن أص، أب، أص، أط، أص، إس، إظ، أص، أحسنتم نعم. فلنستمع إلى صوت حرف الأص في الكلمات. أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الصاد. إذن سأقوم بلفظ الكلمات وأنتم ستقولوا لي هل يوجد بها حرف الصاد وما صوته. يلا يلا مع بعض. صابر. صابر. أحسنتم، بها حرف الصاد. وما صوته؟ صا. أحسنتم، تحليل كلمة صابر هو صا بي رن. صابر. صا بي رن. صابر. هنا من يقرأ يا أول؟ أحسنتم، عطشة. عطشة. هل سمعتم بها صوت إس؟ لا. وهنا وصال. 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 هل بها صوت إس؟ أحسنتم، صا و صا. إذن صوت الإس بوسط الكلمة هو صا مع المد مع الآية أول. وصالو. وصالو. أحسنتم. وهنا من يقرأ الكلمة؟ جرة. أحسنتم. وهنا مصطفى. أحسنتم. إذن بها حرف الإس، هو حرف الإس، وصوت الحرف هو مص. مص. مقطع واحد يا أول، لأنه الأم عليها ضمة، ولما يكون الأم عليها ضمة بتسكن ببيت لحالها، بس مين اللي بيخاف؟ اللي بيخاف هو الأس، فسكن معاها فصار المقطع مص ط ف. أحسنتم. أحلل الكلمات إلى مقاطع. من يقرأ؟ أحسنتم. صار. صار. كلمة ثانية. أحسنتم، عصام. عي. صام. عصام. الكلمة الثالثة. قرص. أحسنتم، قر. صن. ولا ننسى أن السكون وحروف المد تخاف أن تسكن لوحدها، فهنا سكنت الآ مع الأص لأنها تخاف، وهنا الإر لوحده، هنا عي لوحده مع الكسرة لأنه ما بيخاف. صا. الأص كمان ما بتخاف لأنه عليها فتحة ص، بس الآ بتخاف فسكنت مع الأص فصار صا. عي. صمون. وهنا كما تحدثنا الإر بتخاف لأنه عليها سكون بتسكن مع الحرف اللي قبلها، فبصير المقطع قر صن. قر صن. كلمات التالية، وركب من المقاطع كلمات. ص ب
أحسنتم، وركبها أول الأس مع الآ ص ب رن، أحسنتم. كلمة ثانية، أحسنتم، صامد. حاول تكون قراءتنا سريعة، ص مي، طبعا الام ما بشبك مع الحرف اللي قبله مثل ما تحدثنا، بس بشبك مع اللي بعده لانه هيو له ايد، فبتشبك الاد معه. ص مي تن. ساترك لكم نصف دقيقة لقراءة الجملة. أحسنتم. ألقى عصام قصيدة جميلة، رح أحللها صوتي ورددوا معي. ألقى عصام قصيدة جميلة. كن قراءتنا سريعة دائما. ألقى عصام قصيدة جميلة، أحسنتم يا أول. ننتقل إلى الصفحة التالية. أملأ الفراغ بالشكل المناسب لحرف الأص. الشكل المناسب لحرف الأص، بتطلعي أول بداية على الفراغ، إذا كان الفراغ بأول الكلمة أو وسطها بضع هذا الشكل، وإذا كان الفراغ في نهاية الكلمة بضع الشكل الثاني. طلع عندي هون يا أول الفراغ بأول الكلمة، فبضع الأص بأول الكلمة. رح ننتبه كتير منيح على كيفية كتابة حرف الأص. ببدأ من السطر، بحط نقطة وبعمل له بطن، بعدين بعمل السن وبمد إيده، وما أنسى أشبكه تماما مع الآ، لأنه حرف الأص يا أول مثل ما احنا شايفينه هون إلو إيد لما يكون بأول الكلمة، ولما يكون بوسط الكلمة إلو إيد بتيجي بعده، فبشبك مع الحروف التالية. أحسنتم. هون موقع حرف الأص يا أول برضه بوسط الكلمة، فبضعه بهاي الصورة، وما بنسى إنه الإع إلو إيد، بما إنه الإع إلو إيد بشبكه مع الأص. عصفورا. أما هذه الكلمة كلمة قفص، أحسنتم. الأص بيجي بآخر الكلمة، ننتبه على كيفية كتابته. بحط نقطة، بعمل البطن، بلف إيدي والسن، ومن السن يا أول بعمل البطن الكبير. انتبهوا عندي على كيفية كتابة حرف الأص مرة أخرى، ننتبه كتير منيح يا أول على كيفية كتابة حرف الأص. بداية رح أكتب مع المقاطع حتى نتمكن من مهارة القراءة ومع مهارة الكتابة. رح نكتب حرف الأص بداية مع السكون أص. ننتبه يا أول هاي النقطة، بعمل هيك، وهي السن وهي إيدي. مرة ثانية يا أول بشكل أوضح، هاي النقطة، بعمل البطن وبعمل السن وبمشي مثل ما حكينا. أص، خلي السكون أوسع. أص، نكتب ص ص ص وما أباعد ما بين يا أول الحرف والسن، الحرف السن بيكون جنبه بالضبط، ننتبه على كتابته مع مقاطع المد. ص صو الآن يا أول رح نكتب حرف الأص مع الحرف لما يكون بآخر الكلمة ومع كلمات أيضا. يلا ننتبه على الأص بآخر الكلمة، هاي النقطة، بعمل البطن
بعدين السن، ومن السن يا أول بعمل البطن الكبير وبطلع على السطر بهاي الصورة. مرة تانية هاي النقطة بعمل على السطر، وهي السن، ومن السن عشان ما أبعد بعمل له بطن كبير. نكتب كلمة قفصان، ق ف صن. مرة تانية ق ف صن. وهيك يا أول بنكون انتهينا من حصة التجريد لليوم. بتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وإن شاء الله يا أول بشوفكم بحصة جديدة وبيوم جديد.